التواصل مستمر مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات والتحديات، انطلاقات تلو الأخرى. وهنا في هذه اللحظة يسير شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان الثنايا المهجنات الأصايل في انطلاقة وتحد مثير في هذا الصباح الجميل، الصباح الرائع جدا في انطلاقات هذه اللحظات الجميلة. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول حيث يتقدم في هذا اللقاء. هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام هملول هجن الرياسة إلى صدارة وقمة هذا الشوط، بينما المركز التضمير يأتي علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني، نقل إلى شاهين التابع لهجن ند الشبه في تضميره وتدريبه سالم سعيد، أما المركز الثالث فنقل إلى شاهين يحتل المركز الثالث، تعود الملكية لهجن العاصفة تضميرا وتدريبا غيات الهلالي، بينما المركز الرابع هذا اللي وصل خذ المركز الرابع بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ها هو الحنيش والمضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الخامس انتقال مباشره الى تواجد منجز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مسري بسالم بالعرطي الحميري، وسادس المراكز شاهين من هجن العاصفه غيات الهلالي في تدريبه، المركز الثامن وصول نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعه يضمره، تاسع المراكز يصل في هذه اللحظات متعب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقياده سيف بن احمد بن خريده، وهملول في المركز العاشر لهجن الرياسه مع المضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه العشرة الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام ذكرناها وذعناها لحضراتكم في انطلاقة هذا الشوط، حيث يسير شوطنا الثاني عشر في مجمل الأشواط بأسماء كبيرة، أسماء مميزة ومشاركة أكيد بلا شك من كل الشعارات، شعارات الإنجازات، شعارات التحديات. نعود بحضراتكم إلى البداية والمركز الأول، المركز الأول بلا شك هناك هملول لهجن الرياسة يسير ويبعد المسار عن البقية في لقائه الجميل والأصيل، حيث سجل شعار هجن الرياسة في هذا الصباح إنجازات وتقريبا أربع نقاط حصدها من خلال وجود هذه الأسماء المهمة والحاضرة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي أبو سعيد، حيث يقدم لنا دائما دليل مع الكبار بأن متعة وإثارة مستمرة دائما في مشاركاته في كل الميادين. المركز الثاني يتابع شاهين التابع لهجن ند الشبه يحتل المركز الثاني، عملية تضميره وتدريبه إلى المضمر سالم بن سعيد يحتل ثاني المراكز في هذه اللحظة، المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة ثالثا والمضمر غياث الهلالي في تتابع لمستوى هذا الشوط، تقريبا المركز الرابع شوط متناثر أمام هذه الاندفاع القوية للجعدان، المركز الرابع الحنيش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم يضمره ويتابع سعيد بن عبيد الحميري، يحتل المركز الرابع، المركز الخامس هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، متعب قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يضمره سيف بن أحمد بن خريدة، يتواجد الآن ينضم إلى الكوكب الخماسية، سادس المراكز من الجانب الآخر هناك يتقدم نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم يضمره مطار بن محمد بالضبيعة آل كتبي. هذه الست المراكز الأولى، المركز الثامن هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، تاسعا يتقدم منجز اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم العرطي الحميري ضمره، وعاشرا هجن العاصفة تقدم شاهين على هذا الموقع. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ولكن نسير بحضراتكم في مهمه الغي والتحدي والانطلاقات والمركز الأول. يا سلام، شوف البداية أمامكم على خط البداية، هملول بدأ ينفرد،
بدأ ينفرد وحيدا في قمة الشوط، بدأ ينفرد وحيدا في قمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هجن الرياسة شعار الحمر، شعار الخطر دائما في كل المشاركات، يضمره الظافر علي بن جميل الوهيبي ما شاء الله. بدأ الآن في الإقلاع من هذه اللحظة ليكون في مقدمة الشوط كما عودنا وعود جماهيره ومحبينه. هذا الشعار يبقى دائما في الصدارة، في الصدارة والقمة مع الظافر أحد المضمرين والمضمين لهجن الرياسة منذ القدم، وهو يقدم دائما في كل موسم وكل يعني موسم إنجازات مميزة وفريدة ومحسوب لها ألف حساب. المركز الثاني هجن العاصفة أو هجن نادي الشبه تقدم شاهين، من يحتل المركز الثاني بقيادة سالم بسعيد، بينما المركز الثالث شوف المسافة بين الأول والثاني، بين الثاني والثالث، هنا شاهين لهجن العاصفة يحتل المركز الثالث، يقدم غيات الهلالي ويتابع في عملية التضمير. متعب تقدم خذ المركز الرابع، متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، يضمر المبدع سيف بن احمد بن خريده، هذا امامكم يحتل الان المركز الرابع. خامس المراكز نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، مطر بن محمد بن ضبيعه في تضميره، أملول في المركز السادس لهجن الرياسه مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، وشاهين هجن ند الشبه سابعا. المركز الثامن أملول، هجن الرياسة، الظافر يقدمه في التضمير، هجن العاصفة وهجن العاصفة في المركزين التاسع والعاشر. هذه العشرة، هذه العشرة، ولكن خلاص شوف السلام. الله يا هملول يا هملول، لا زال مسيطر، يتخطى كل الأمتار، يتخطى لحظات الناموس الجميلة، وهو في قمة الشوط، في قمة الشوط. إذا هنا في هذه الانطلاقة مين؟ يا سلام، 1200 1200 على خط النهاية. والمركز الأول، المركز الأول هملول منفرد بقيادة هذا الشوط. هذا هملول أمامكم على الشاشة الآن مسيطر، هجن الرياسة، الظافر يقدم علي بن جميل. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين من هجن ند الشبه، التضمير والتدريب لدى سالم بن سعيد. في هذه الانطلاقة بدأ في الاقتراب، بدأ في الاقتراب من تغيير النتيجة في هذه اللحظات. البقية بعيد بعيد عن الباقين، لكن الاثنين الاثنين في صراع وجدال، في جدال واعتلال. هذه أمامكم في اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة. يا سلام، الظافر يحسمها ولا سالم بن سعيد يخلصها؟ هذه الكرة في الملعب، الكرة في الملعب يا شباب. بين هملول لهجن الرياسة وشاهين ند الشبه في المقدمة والصدارة، الاثنين ثنائي ما شاء الله تبارك الله، مبدعين يقدمون، ولكن وين الأفضلية؟ وين الأفضلية أمام الاثنين في تحدي لهذا الشوط، في تحدي لهذا الشوط؟ الاثنين مشاهدين الأعزاء في لقاء جميل ولقاء ممتع. شاهين هملول، هملول وشاهين، واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. هملول مسيطر، هملول مسيطر، شاهين يحاول، يحاول شاهين، هملول هملول هملول، شاهين اللحظة الأخيرة، حرك يا بن ميل، حرك يا سالم بن سعيد، حرك حرك اللحظة الأخيرة، خلص هملول. شاهين، شاهين ند الشبه، هجن العاص، هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن ند الشبه، الرياسة، ند الشبه، الرياسة وند الشبه، ولكن ند الشبه تفوز بانطلاقة هذا الشوط مع شاهين. شاهين شاهين، اللحظات الأخيرة تهانينا، والناموس لحظات وتفنش أخيرة حاسمة بين الاثنين. ناخذ المركز الثالث ثم نعود إلى المركز الأول. هذا الثالث هملول لهجن الرياسة، المركز الرابع متعب لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم، وخامسا هملول لهجن الرياسة. نعود بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، اللحظة الأخيرة الحاسمة حيث كان التحدي مستمر بين شاهين هجن ند الشبه وهملول لهجن الرياسة. ناخذ لحظات الفوتو فونش. بالفعل هنا إذا هجن الرياسة، هملول لهجن الرياسة بفارق ضئيل جدا من خلال وجود هملول على خط البداية. تهانينا وناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز ب 9 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية.
والثانية كذلك للظافر علي بن جميل الوهيبي بنفس التوقيت. كان شاهين هجن ند الشبا، تهانينا أيضا لهم على الفوز والانتصار. وثانية للمضمر سالم بن سعيد بتسع دقائق 25 ثانية ثمان أجزاء من الثانية. أما المركز الثالث كان هملون لهجن الرياسة، حاضرا كذلك في منافسات ثالث المراكز مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، حيث قطع المسافة في توقيت زمني مقداره 9 دقائق 40 ثانية 9 أجزاء من الثانية. ثانين الهجن الرياسة وإلى الظافر علي بن جميل الوهيبي.